السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري وده برنامج الراوي. قصة النهاردة كتابة وإعداد نهى الراعي، والقصة دي مستوحاة من قضية حقيقية، وافتكروا أن أنا قلت ده. هشكركم سريعا جدا جدا على الدعم اللي بتقدمه لي، ونبدأ القصة على طول من غير كلام كتير. بس لو القصة عجبتك تعملها لايك وتعمل شير وتعمل اشتراك في القناة لو أنت مش مشترك، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ. مش كل الورث فلوس، احنا بنورث من اهالينا اشكالهم وطباعهم وبعض امراضهم الوراثية، بنورث حب الناس او كره الناس ليهم، بنورث حاجات كتير ممكن تكون اهم من الفلوس، بس محدش بينتبه لكل ده. اللي بيحرك الناس هو الفلوس، الفلوس وبس، الفلوس وبس هي اللي بنبص عليها وبنحسبها كويس، بنحسب هنورث كام وغيرنا هيورث كام، وفي الاخر محدش بيعجبه نصيبه، كل واحد بيبص لنصيب غيره، وحاجة من اتنين بتحصل، يا إما بيفضل يحقد على غيره ويبصله في فلوسه وورثه المشروع العادي، يا إما لو كان يملك سلطة ونفوذ وشر أقوى شوية تلاقيه بيفكر إزاي يتخلص من الشخص اللي بيورث معاه ده أو يستولى على ورثه. الفلوس لعنة، بس برضو إحنا ممكن نورث لعنات تانية غير الفلوس. عيلة الوسيمي من أكبر العائلات اللي بتشتغل في تصميم الملابس بشكل عام. الحاج رضا الوسيمي هو أول من بدأ الشغل ده، كان عنده مشغل صغير وعدد عمال صغيرين وستات بسيطة هي اللي بتفصل الملابس العادية. واحدة واحدة المشغل بقى اتنين وتلاتة، والعمال عددهم يزيد ويبدأوا يطوروا من شغلهم وأدواتهم. الحاج رضا الوسيمي بقى أشهر من النار على العلم على مدار 40 سنة كاملة، وكان له ولدين صفوان ورضوان، كانوا أهم وأجمل نعمة في حياته كلها. كبروا الأولاد وبقوا بيساعدوا أبوهم في شغله وبيحاولوا يطوروا من الشغل أكتر وأكتر. كانت الحياة هادية بس مليانة بالشغل والمنافسات بينهم وبين منافسيهم في السوق عموما، بس كانت ماشية وبتعدي. دايما كان صفوان مهتم بالشغل أكتر وبيساعد والده أكتر، وفاهم وبيعرف يتعامل مع كل اللي بيشتغلوا في شركتهم كويس جدا. أما رضوان فما كانش دايما معاهم، كان مهتم بدراسته وشغله واللي عايز يحققه بعد كده، كان حابب انه يبقى له شغله الخاص البعيد عن شغل ابوه واخوه، كان عاوز يبقى له شخصيته وكيانه المنفردين. الكلام ده ما كانش عاجب الحاج رضا والده، كان دايما بيفكر ان ولاده الاتنين يبقوا عزوته وبيساعدوه في الشغل ويبقى ده طريقهم وسكتهم بعد كده، بس للاسف مش دايما تخطيط وتفكير الاهل بيتوافق مع رغبات اولادهم. كانت بتحصل بعض المشاكل بين الحاج رضا وصفوان وبين رضوان، هما بيحاولوا يقنعوه يتفرغ للشغل معاهم بشكل كامل، وهو بيرفض وبيحاول يقنعهم بوجهة نظره، ودايما للأسف ما بيوصلوش لنقطة أو لحل يرضي كل الأطراف. تمر الأيام والسنين ويكبر الحاج رضا ويتعب وما يبقاش قادر يباشر الشغل بنفسه، فيتسند على صفوان ابنه الكبير واللي بقى فاهم الشغل كويس ومش محتاج أي توجيه. صفوان بقى شايل الشغل كله لوحده، وكان قادر إنه يشيل أكتر من كده كمان لأنه كان حابب الشغل وقادر يطور من نفسه ومن الشغل بشكل سريع. لكن رضوان كان مازال له حياته ومحاولاته انه يبقى له شغله الخاص هو بعيد عن ابوه واخوه الكبير. لما بدأ صفوان يحس ان الشغل كله شايله على كتافه وان هو اللي بيعمل كل حاجة تقريبا وبيدبر كل حاجة ليها علاقة بالشغل، بدأ يسأل نفسه عن مصيره ومصير الشغل، ومن النقطة دي دايما بيتدخل الشيطان. بدأ يسأل نفسه، هو انا ليه بس اللي عليا كل حاجة وبعمل كل حاجة، ورضوان ضيف شرف بيجي وقت ما بيحب ويمشي وقت ما بيحب، وبياخد كل الفلوس اللي بيطلبها، الفلوس دي تعبي أنا وشقايا ومجهودي وحقي أنا، هو ما كانش راضي من البداية يشتغل معانا، فليه يبقى نصيبه زي نصيبي؟ وطالما بدأ يسأل نفسه ويفكر في نصيبه ونصيب أخوه رضوان، يبقى هيعمل المستحيل إن نصيبه ما يبقاش نفس نصيب أخوه، وإلا هتبقى بينهم عداوة ملهاش حد. بدأ الحاج رضا يحس إن صفوان متغير وإنه بيتعامل مع أخوه بقسوة جدا،
وإنه بدأ ياخد قرارات في الشغل من غير ما يرجع له، وما كانش فاهم إيه سبب التغيير الكبير ده. وبمنتهى الصراحة والوضوح اتكلم صفوان مع أبوه علشان يبقى عارف الوضع هيبقى إزاي. بقولك يا حاج، ما تقولي نظام الشغل بعد كده هيمشي إزاي؟ نظام إيه يا ابني؟ ما الشغل ماشي زي الفل أهو. أيوة الشغل ماشي زي الفل علشان أنا اللي بمشيه والوحد يا حاج. قصدك إيه يا ابني؟ ما هو أنت شايف وضعي وصحتي، أنا مش مانعني عن الشغل غير تعبي، وعموما أنا من بكرة هرجع أنزل الشغل تاني يا صفوان. خلاص خلصنا، أنا طول عمري شايل الشغل وأنا اللي كبرته وعملته، مش هتيجي دلوقتي وتقولي أنا بمشيه لوحدي. يا حاج الكلام ده مين قال إن أقصد إنك ترجع تنزل الشغل؟ يا حاج ده أنا أخدمك عمري كله، بس بصراحة اللي بيعمله رضوان ده ما يرضيش حد ولا حتى يرضي ربنا يا حاج. وإيه اللي عمله رضوان؟ هو زعلك في حاجة؟ بص يا حاج، رضوان أخويا وحبيبي وكل حاجة، بس ما بقاش أنا بشتغل وطالع عيني في الشغل وعلى قدك يا حاج، وانت عارف شغلنا وقادرة مني فيه، وهو ما يبقاش له دور وفي الآخر ياخد الفلوس اللي يطلبها ويبقى زي زيه. إيه زيك زيه دي؟ ما هو زيك زيه يا صفوان، ده أخوك، هو احنا جايبينه من الشارع؟ لا يا حاج، انا اللي بشتغل وانا اللي بكبر الشغل، هو بيطلب فلوس على الجاهز وما بيتعبش في حاجه، انا لو زيه كنت فكرت اعمل زي ما عمل هو وادور على نفسي وعلى اللي بحبه. ما ينفعش تساوي بين اللي عاش عمره كله تحت طوعك وبينفذ اوامرك يا حاج، وبين اللي بيعصاها، بين اللي بيقولك نعم وحاضر وايوه، وبين اللي بينفذ اللي في دماغه بمزاجه. ايوه يعني ايه المطلوب يا صفوان؟ حق ربنا يا حاج، حق ربنا ان المصنع والشركة يبقوا باسمي، انا اللي اشتغلت معاك وسندتك وكبرت الشغل وتعلمت منك، ودلوقتي انا اللي ماسك الشغل، حرام تساوي بيني وبينه. يبقوا باسمك؟ انت عايز تورثني بالحياة؟ بتفكر في نصيب ايه ونصيب اخوك ايه؟ دي فلوسي انا وانا حر فيها وهتتقسم بشرع الله. ده يعني لو بتفكر في ورثك ومستعجل على موتي، وهو ده يرضي ربنا؟ أنا مجهودي وعمري يضيعوا علشان حد تاني يقسمني في نصيبي وحقي، حتى لو كان الحد ده أخويا؟ ما يرضيش ربنا إن حد يشتغل وحد ياخد فلوس على الجاهز. بص يا حاج، الشركة والمصنع دول بتوعي وعلى جثتي إن حد يشاركني فيهم، دول تعبي وشقايا طول السنين دي من أيام ما كنت عيل صغير وبنزل أشتغل معاك. خرج صفوان من أوضة أبوه الحاج رضا وهو متعصب ومش شايف قصاده. أبوه ما كانش متخيل أبدا إن ابنه يفكر بالطريقة دي، ما بقاش عارف يعمل إيه، وخصوصا إن ده حق ربنا وما يقدرش يغير فيه أو يكتب الشركة والمصنع باسم واحد والتاني يتظلم. بدأ يحس بتعب بسبب خناقته مع ابنه، ومحدش كان في البيت علشان يطلب له دكتور أو يلحقه لو التعب زاد، كل واحد من ولاده بقى له العالم الخاص بتاعه ونسيوا أبوهم. واحد بيدور على نفسه وتحقيق ذاته اللي مصمم انه لازم يبقى بعيد عن ابوه رغم انه بياخد من فلوس ابوه، والتاني بدا يحس ان كل ده بتاعه وملكه لوحده وما ينفعش ابدا حد يقاسمه فيه. الدنيا لفت وشريط الذكريات مر قصاد عين الحاج رضا، وشاف عمره اللي ضاع علشان يقدر يقف على رجليه وولاده يبقى مرتاحين من بعده، لكن النهايه ما كانتش ابدا زي ما خطط. مات الحاج رضا في صمت، مات ومحدش حس بيه، حتى لما كل واحد رجع بالليل من العالم الخاص بيه ودخلوا شافوه في اوضته وافتكروه نايم. هي كانت نومه فعلا، بس نومه ابديه مفيش من بعدها صحيان تاني. عدت ايام على موت الحاج رضا، كل الناس كانت بتحبه وكل الناس جت تعمل الواجب وتعزي ولاده، ولاده اللي كان كل واحد فيهم عمال يفكر دلوقتي يا ترى نصيبه هيطلع كام او الفلوس هتتقسم ازاي. صفوان ما كانش بينام، كان بيحاول يفكر ازاي التركة دي كلها تبقى ليه هو، وخصوصا الشركة والمصنع. وفي الاخر اتفق مع محامي ابوه انهم يتخلصوا من الوصية اللي كان كاتبها وسايبها مع المحامي، وصفوان هيقدر يزور عقد بيع وشراء للمصنع والشركة. طبعا صفوان عرض فلوس كتيرة جدا على المحامي علشان يوافق يديله الوصية اللي كان كاتبها ابوه ويخلص منها هو بمعرفته، والمحامي فعلا كان طماع وما صدق ياخد الفلوس. أوصي أنا الحاج رضا عبد العزيز الوسامي بتقسيم تركتي المتمثلة في شركة الصفا للملابس
والمصنع التابع للشركة وفيلا المهندسين وفيلا المعادي وعمارة الزمالك كالآتي: أولاً، إدارة الشركة والمصنع تكون بنسبة 40% لابن الأكبر صفوان و40% لابن الأصغر رضوان و20% لابنتي هنادي من زوجتي نعمة. ثانياً، أن تكون الفيلتين لأولادي صفوان ورضوان يتقاسمونها كيفما يريدون. ثالثاً، أن تكون عمارة الزمالك من نصيب زوجتي نعمة وابنتي هنادي. دي كانت وصية الحاج رضا اللي كان مستأمن عليها المحامي بتاعه وقال له إنها ما تتفتحش إلا لما يموت. اتصدم صفوان لما اكتشف من الوصية إن أبوه كان متجوز ومخلف. عمره ما حكى ولا قال إنه اتجوز بعد وفاة والدته هو ورضوان وإن ليهم أخت كمان. بس زعل أكتر إن كل تعبه وشقاه مش بس هيقسمه فيه أخوه اللي ما تعبش معاه، لأ، دي كانت هتقسمه فيه كمان واحدة غريبة هي وبنتها. الأوراق ممكن تقول إنها أخته بس بالنسبة له غريبة. طيب دلوقتي لو الشركة والمصنع زور ليهم صفوان عقد بيع وشراء، طب وباقي الممتلكات هتتقسم ازاي؟ الحقيقة صفوان ما كانش شاغل باله قوي بفكرة باقي الممتلكات دي، وحتى لو تقسمت بالعدل وتشارك معاهم مرات أبوه وأخته اللي محدش يعرف عنهم حاجة دول برضو مش هيفرق معاه. وقرر ساعتها انه يكتب وصية جديدة، وصية بتقول ان المصنع والشركة بقوا بيع وشراء لصفوان، وان فيلا المهندسين وفيلا المعادي يتقسموا بينه وبين أخوه بحيث كل واحد فيهم ياخد فيلا، وإن عمارة الزمالك اللي عبارة عن 4 شقق هتكون لمراته شقة والبنت شقة ولصفوان ورضوان الشقتين الباقيين. دي كده التقسيمة اللي ترضي صفوان، بالرغم إنه مش شايف أصلاً إن حد يستحق عمارة الزمالك لأن الحاج رضا كان اشتراها من فترة قريبة، وده كله راجع لنجاح شغل المصنع والشركة. بس مش مشكلة، مش مهم، المهم إنه خد المصنع والشركة. وجي يوم فتح الوصية بعد ما اجتمع كل الورثة والمحامي. في البداية رضوان ما اقتنعش ان ابوه كان متجوز ومخلف، وصفوان برضه حاول يمثل الصدمة، بس مراته وبنته كان معاهم كل الاوراق اللي تثبت صلتهم بالحاج رضا الوسيمي. ولما المحامي قال الوصية الكل اندهش واستغرب، لان ده مش شرع ربنا، مش ده اللي كانوا مستنيينه من الحاج رضا ابدا. صفوان برضه مثل الدهشة زيهم وقال لهم انه ما كانش يعرف كل ده، وقامت خناقة كبيرة بين الإخوات وخصوصا صفوان ورضوان. كل ده عادي وبيحصل، كل اللي فات ده مش جديد، لكن الجديد اللي بجد هو اللي حصل بعد كده. مرت الأيام والسنين ومحدش من الإخوات يعرف حاجة عن التاني، كل واحد بقى له حياته ودنيته واتجوز وخلف وخلاص حياتهم استقرت. الشركة والمصنع قدر صفوان إنه يكبرهم ويخلي ليهم فروع في أكتر من بلد كمان. أما رضوان في حياته ما كانتش أفضل حاجة، حاول يعمل مشاريع وشغل كتير بس كل مرة كان بيفشل، فقرر يكمل شغله عادي في البنك اللي كان بيشتغل فيه ويبيع الفيلا وشقة الزمالك اللي من نصيبه ويجيب بيت تاني صغير وفي منطقة متوسطة، وباقي الفلوس يسيبهم في البنك للزمن، ولأن بقى عنده مسؤوليات كتير خصوصا بعد ما اتجوز وخلف، وكل ما يضيق بيه الحال يفتكر أخوه اللي رماه وما سألش فيه. كان واثق ان اخوه اتفق مع المحامي بشكل او باخر وغيروا الوصيه لصالحه، بس للاسف ما كانش عارف يثبت حاجه. وفي يوم راحت نعمه رضوان بيته هي وبنتها علشان يتكلموا معاه، ما كانش متخيل ان في حاجه ممكن تجمعهم، بس اللي كان مجمع الطرفين كرههم لصفوان اللي ورث كل حاجه وبقاله 7 سنين ما بيسالش على حد فيهم ولا بيساعد حد منهم. كلهم متاكدين ان الوصيه غلط بس مش عارفين يثبتوا، كلهم محتاجين للفلوس ومش لاقيين، وفي المقابل صفوان معاه ملايين. طب والحل؟ يموت، لازم صفوان يموت علشان يورثه، وخصوصا انه ما خلفش غير بنات. الكره ملأ قلوبهم وعقولهم، ومن قبلهم صفوان لما الطمع ملأ قلبه. رضوان اقترح انهم يحاولوا يتفقوا مع حد من اللي شغالين في الفيلا عند صفوان ويحط له سم في الاكل، ويكون السم مفعوله بطيء بحيث يموت بعد فترة من استخدام السم. بس نعمة مرات أبوه كان ليها رأي تاني، فكرة السم دي ممكن تتكشف وكلهم يروحوا في 60 دهية، لكن لو أجروا حد يضربه بالنار فالموضوع هيبقى أسرع وأسهل والأزمة دي هتتحل. اقترحت الاقتراح ده وقالت لهم إنها تقدر تتصرف وتشوف مين اللي ممكن تتفق معاه علشان يقتلوا صفوان. بس المفاجأة اللي خلت كل الخطط دي تتهد هي إن مرات صفوان كانت حامل في الشهر الأخير وخلفت ولد،
قبل تنفيذ خطتهم بيومين اتنين. كده مش هيستفيدوا بقتله، حتى لو مات ابنه هو اللي هيورث مش هما. الغل والحقد جواهم زادوا، ما بقاش في حل. الحل الوحيد انهم يستنوا يخلصوا من ابنه بأي طريقة، وكل ما الوقت تأجل كل ما فلوس صفوان بتكتر، وده برضو في مصلحتهم. صحيح ما كانوش راضيين بالحل ده، أو بمعنى أدق ما فيش قصادهم غيره، بس هيتحملوه مجبرين. زي ما قدروا يصبروا 7 سنين فما فيش مشكلة لو استنوا 2-3 سنين لغاية ما ابنه ده يكبر، وساعتها يقدروا يدبروا له أي حاجة علشان يخطفوه ويقتلوه. حاولوا يخططوا إنهم يقولوا للشخص اللي اتفقوا معاه إنه بدل ما يقتل صفوان بس يقتله هو وأهل بيته كلهم، لكن حسوا إن ده خطر أكبر وممكن يتكشفوا. مفيش مفر، لازم يستنوا شوية لغاية ما الولد ده يكبر. لكن ما تعديش سنة إلا وتحصل الكارثة المعجزة. بدون أي تدبير أو تخطيط من أي حد، فجأة وبدون أي مقدمات، صفوان ياخد مراته وولاده في رحلة ويعمل حادثة ويموتوا كلهم. عارفين المثل اللي بيقول لو صبر القاتل على المقتول كان زمانه مات لوحده؟ أهو ده تطبيق للمثل بالفعل. هما كانوا مخططين في الأول يقتلوا صفوان بس، وبعد كده لما بقى عنده ولد خططوا خطة مستقبلية إنهم يقتلوا ابنه وبعدين يقتلوه. بس كانوا عارفين إن مراته وبناته هيشاركوا في الورث، وده شيء طبيعي جدا. لكن دلوقتي الفلوس كلها فلوسهم لوحدهم، محدش هيورث معاهم أي حاجة، وبدون ما يلوثوا إيديهم بنقطة دم واحدة. كانت فرحتهم مش طبيعية، في لمح البصر كل الشركات والمصانع بقت ليهم هما. حاولوا طبعا يشتغلوا مع بعض ويفهموا الشغل ويستمروا يحققوا نفس النجاحات اللي كان بيحققها صفوان، لكن فشلهم كان سريع جدا. خسائرهم كانت كبيرة لأنهم ما كانوش فاهمين الشغل ولا عارفين يديروه كويس. وعلشان يوقفوا كم الخسائر الغير منطقية اللي عمالة تحصل دي، كان من رأيهم إنهم يصفوا كل الشغل وياخدوا الفلوس، وكل واحد مع نفسه يشوف ممكن يعمل إيه براحته، بدل ما يشتغلوا في حاجة هما مش فاهمين فيها. كانوا عارفين إن الشغل في عز مجده، بس كانوا خايفين يخسروا أكتر من كده. صفوا الشغل كله، ورضوان وهنادي قسموا الفلوس بينهم بشرع ربنا. بصراحة ملوش لازمة ندخل اسم ربنا وشرعه بعد كل الحقد والسواد ده. هيفرق في إيه التقسيم يكون على شرع ربنا ولا مش على شرع ربنا، مادام فكروا يقتلوا أخوهم أساسا؟ هو القتل ده من شرع ربنا؟ ما علينا، كل واحد قدر يحقق اللي هو عاوزه بفلوسه اللي كانت بالمليارات. اشتروا أراضي وبيوت ومزارع، في اللي استثمر في الاستيراد والتصدير، وفي اللي فلوسه خلى جزء منها في البورصة والجزء التاني استثمرها في المحاصيل الزراعية والأغذية عموما. بس الحياة ما بتضحكش على طول، الحياة ادتهم كل اللي بيتمنوه، وفجأة تسحب البساط من تحت رجليهم على غفلة. يعني رضوان اللي كان بدأ يحس انه شخص له لازمة وناجح وبدأ يفهم الدنيا ويخلي مستقبل ولاده أفضل، اكتشف فجأة خيانة مراته ليه قصاد عينيه. مراته دي كانت حب عمره، صحيح هو حبها أكتر بكتير من حبها ليه، بدليل انه لما انشغل بالفلوس عنها وبشغله ومشاريعه قررت وبدون تردد انها تخونه. اتصدم وما بقاش عارف يقاوم وجعه، ومفيش كام يوم إلا وابنه وبنته يموتوا في حادثة عملها باص المدرسة. الدنيا كلها ضاقت برضوان، وداء مرار ضياع الضنا. هو اللي كان بيخطط ازاي يخلص من ابن اخوه ويخلي اخوه يموت بحسرته، اهو اللي فكر فيه بيتنفذ فيه هو شخصيا بالحرف. ومش ضياع ابن واحد، لا ده ضياع ولاده كلهم. ولاده راحوا ومراته خاينة، باقي مين؟ مش باقي غيره هو، وهو اضعف بكتير من انه يتحمل العذاب ده. ما ماتش، بس عاش كأنه ميت. ما كانش له غير أخته هنادي، وهنادي رفضت تراعيه أو تهتم بيه، هما مجرد إخوات كاسم مش أكتر. رضوان من الصدمة فقد النطق وفقد عقله كمان، وراح مع اللي راحوا. فكان الحل الوحيد والمنطقي جدا اللي جه في بال هنادي إنها تحط أخوها في أي مستشفى وتخلص منه وتاخد فلوسه كلها. طول عمرها كانت بتكره إخواتها سواء صفوان أو رضوان، طول عمرها بتحقد عليهم لأنهم عايشين في النور وقصاد الناس كلها هم بس ولاد الحاج رضا الوسيمي. ما كانتش فاهمة ليه أبوها بيداريها هي ومامتها من عيون الناس، أو إنه يحكي ويقول إن عنده بنت. كانت بتكره سيرتهم، بس عمرها ما تخيلت إنها في الآخر هتورثهم هما الاتنين، وفي مدة مش طويلة قوي يعني. بس برضو للأسف ما كانتش تعرف إن نهايتها قربت.
شفتوا بقى، أهو الكلام خدنا ونسيت أعرفكم بنفسي وأقول لكم أنا مين. أنا كنت قريبة منهم كلهم، كنت عارفة نهايتهم واحد ورا التاني، كلهم يستحقوا اللي حصل لهم وأكتر. نسل رضا الوسيمي كان لازم ينتهي من على وش الأرض. أنا ما دبرتش لكل ده، أنا بس كنت عارفة إن كل ده هيحصل، وأضفت على الخطة شوية تعديلات بس مش أكتر. اللي حصل وشفته زمان يخليني أشيل كره في قلبي يعدي كل الحدود، ويخليني أقتلهم كلهم بإيدي واحد ورا التاني. أنا اسمي ندى سالم عبد الرحمن الوسيمي. تعالوا بقى أحكي لكم الحكاية من الأول وبدون ما حد يتلخبط. زمان كان في 2 أخوات، عبد العزيز وعبد الرحمن الوسيمي. عبد العزيز كان عنده ولدين، الأول رضا اللي هو أبو رضوان وصفوان، والتاني منصور. بس عبد العزيز الوسيمي زمان ضحك على أخوه عبد الرحمن وسرق الأرض اللي حلته بعد ما اتفقوا يشتغلوا مع بعض، وباع عبد الرحمن أرضه وخد عبد العزيز الفلوس ونصب على أخوه. سبحان الله، سلسال نصابين بيكرهوا بعض. عبد الرحمن الوسيمي ده كان جدي، مات بحسرته لما فلوسه راحت وأخوه رماه، مات بعد ما المرض نهش في جسمه وما لقاش اللي يعالجه. جدي ما سابش أي فلوس أو أي حاجة علشان جدتي تقدر تعيش هي وابنها، ابنها الوحيد اللي هو أبويا سالم. بقت تخدم في البيوت وتروح من بيت لبيت وتشقى وتتعب علشان تعرف تربي أبويا، بس إحساس الظلم والمرمطة وحش. فقررت جدتي إنها تصيب نسل عبد العزيز بلعنة ما تنتهيش إلا لما هم ينتهوا ويخلصوا من على وش الدنيا. زمان كان موضوع الأعمال والسحر منتشر جدا، فقررت جدتي تروح لعرافة كبيرة وطلبت منها إنه على مر الأجيال تحصل في كل جيل لعنة، والفلوس اللي خدها عبد العزيز الوسيمي تتقلب عليه دمار وعذاب. لو فاكرين أنا قلتلكم إن عبد العزيز الوسيمي كان له ولدين وهم رضا ومنصور. منصور مات على طول وملحقش يتهنى بالفلوس اللي سرقها أبوه من جدي، ودي كانت أول لعنة. عبد العزيز الوسيمي ما تحملش الصدمة وتشل، دي تاني لعنة. الفلوس خدها رضا، رضا الوسيمي كان أكبر من أبويا سالم بحوالي 10 سنين. رضا خد الفلوس وكبرها واتجوز وخلف صفوان ورضوان، وأنا أبويا سالم اتجوز أمي وخلفوني. أنا ما وعاش على السرقة اللي حصلت زمان، بس طول عمري شايفة أبويا محتاج للفلوس ومش معاه، كان بيشقى وبيطلع عينه علشان يعلمني، وفي المقابل كان صفوان ورضوان بيتعلموا أحسن تعليم ومعاهم فلوس. كانت جدتي عايشة معانا، ولما كبرت شوية حكيت لي الحكاية دي كلها، وحكيت لي كمان موضوع العرافة واللعنة، اللعنة اللي بتصيب ولسه هتصيب كل نسل عبد العزيز الوسيمي جد صفوان ورضوان. أول سؤال سألته لجدتي، طب ليه ما طلبتيش من العرافة ترجع لنا فلوسنا؟ قالت لي الفلوس بتروح وتيجي، إنما أنا وابني وإنتي ومن بعدك ولادك تشوفوا لعنتهم ما بتقفش، ده أحسن وأفضل بكتير من أي فلوس ممكن ترجع لنا. كرهها لعبد العزيز الوسيمي واللي عمله في جدي عبد الرحمن خلاها تفكر في أكتر لعنة ممكن تأذيهم، كان جواها نار ومهدتش إلا لما ابنه منصور مات وهو اتشل. ماتت جدتي والسر ده محدش غيري يعرفه في الدنيا دي كلها، وانا كتمت السر وما قلتش لحد. تمر الايام وتموت مرات رضا الوسيمي، فتقرر امي انها تتطلق من ابويا مخصوص وتتجوز رضا. ايوه، امي هي نعمة، وهنادي دي تبقى اختي من امي. امي الطمع ملاها وما كانتش راضية بعيشة ابويا البسيطة، وكانت دايما بص على حياة رضا الوسيمي والنعيم اللي هو فيه هو وولاده. أمي ما تستاهلش إني أحكي لها موضوع اللعنة اللي جدتي بدأته، خليها تروح تعيش لها يومين في نعيم رضا الوسيمي، كده كده الفلوس دي ملعونة ومش هتدوم. أبويا ما كانش مصدق إن أمي تعمل فيه كده، تقرر تتطلق وتبعد، وبعد شوية يكتشف إنها اتجوزت ابن عمه. برضه رضا الوسيمي كان جبروت، كان عارف إن نعمة دي مرات سالم، بس عجبته لأنها كانت جميلة، فقرر يدوس على أبويا زي ما أبوه داس على جدي. اتجوزته أمي وخلفت هنادي. كنت عارفة إنه في يوم من الأيام هنادي أختي هيحصل لها حاجة، لأنها من نسل عبد العزيز الوسيمي. بصراحة كنت بكرهها وكنت بكره أمي. أمي سابتني وما سألتش فيا بعد ما اتجوزت وخلفت هنادي، كانت كل كام شهر تيجي ترميلي شوية فلوس كأنها صدقة. الفلوس دي اللي أساسها فلوس جدي، ومن بعدها أبويا، ومن بعدهم أنا، كل ده حقي، ومصير الحق يرجع مهما يمر الوقت. اللعنة التالتة حصلت لما صفوان كتب الشركة والمصنع باسمه،
ورمى رضوان أخوه وهنادي أخته وأختي. دي لعنة اللي أنا وعيت عليها، ومن بعدها توالت اللعنات. صفوان مات هو وولاده، رضوان ولاده برضو ماتوا، وهو اتجن. مش فاضل غير هنادي، هنادي اللي مصممة ما تتعاملش معايا من الأساس، وشايفاني أقل منها في كل حاجة. بس ما كانش ده اللي بيشغلني، ما هي مصيرها تموت. كل اللي عملته إني جددت السحر، ما هو السحر لازم كل فترة تروح تقوي بدل ما أثره يروح. وده كان السبب لما جدتي حكيتلي على التفاصيل دي كلها وفهمتني اللعنة اللي عملتها. رحت أقوي وجدد السحر وطلبت طلب جديد، إن هنادي عمرها ما تتجوز. ما هو اللعنة دي أنا عايزة ليها آخر، عايزة الفلوس ترجع لي. كل شوية بيموتوا والفلوس بتنتقل بينهم وبين ولادهم. أنا فرحانة فيهم، بس كل ما بيموت واحد بيتولد مكانه واحد تاني، وكده مش هنخلص. وفعلا هنادي ما كانتش بتتجوز، مع إنها جميلة وغنية، إلا إن كل موضوع جواز تدخل فيه ببقى حاطة إيدي على قلبي إنه يتم، بس في الآخر كان بيفشل. وطلبت طلب تاني، طلبت إن أمي تموت هي كمان. أنا بكرهها. أمي إيه دي اللي ترمي بنتها الكبيرة وتجري ورا الفلوس؟ بس العراف اللي رحت له قال لي إن موتها مش تبع اللعنة، لأنها مش من نسل عبد العزيز الوسيمي. ما ضايقتش قوي بصراحة، لأني كنت عارفة إني هتصرف بأي شكل. هنادي دلوقتي بقت تملك كل الثروة، هي وأمي سافروا برا مصر وعاشوا مرتاحين وهم معاهم كل الفلوس. كنت بحس إن عمري بيضيع وأنا قاعدة بتفرج، حاسة إني أنا اللي هموت قبل هنادي، وقبل ما أورث أنا منها كل الفلوس اللي هي من الأساس حقي أنا، حقي أنا وبس. كل ما أروح للعراف يقول لي الصبر الصبر، لأن اللعنة دي ماسكة النسل كله ومفعولها طويل المدى ومش بمزاجنا. مش بمزاجنا إزاي؟ أمال بمزاج مين؟ عدت سنة والتانية وللأسف ما حصل لهاش برضو أي حاجة. رحت للعراف تاني وقلت له إن العمر عمال يعدي، إيه أخرتها؟ قال لي إن موت هنادي أختي مرتبط بموتي أنا كمان. استغربت كلامه وقلت له إن هنادي من نسل عبد العزيز الوسيمي اللي سرق أخوه، اللي هو جدي عبد الرحمن الوسيمي، واللعنة هتصيب كل نسل عبد العزيز الوسيمي. طب أنا مالي؟ قال لي إن اللعنة هتصيبك ومفيش مفر. ما بقتش فاهمة السبب، ما بقتش فاهمة أنا إيه علاقتي باللعنة، هو اتقلب السحر علي أنا ولا إيه؟ طب أنا زنبي إيه؟ مش أنا أصلا اللي عملت السحر أو اللعنة دي من البداية. وفي يوم هنادي أختي وأمي رجعوا من السفر، ورحت أزورهم لأن أمي طلبت تشوفني، كانت صحتها تعبانة وما بقتش قادرة تتحرك زي الأول. الزيارة كانت تقيلة على قلبي قوي، وخصوصا اني ما بحبش اشوف هنادي اختي ولا حتى بحن لامي، بس قررت اروح واشوفها. خلينا نخلص لما اشوف عايزاني في ايه. ايه يا ندى، ما بتسأليش عني ليه؟ طلبتي تشوفيني ليه يا امي؟ عايزة مني ايه؟ مالك يا بنتي، مش طايقاني ولا طايقة تشوفيني كده ليه؟ ليه؟ هو قال لي ليه؟ انت بجد بتسالي؟ بقولك يا امي، انا جايه بالعافيه ومش طايقه اقعد هنا، فخلصيني وقوليلي عايزه مني ايه بقى. انا عارفه اني قصرت في حقك كتير يا بنتي، بس والله انا بحبك. قصرتي وبتحبيني؟ لا خالص، ما تقوليش كده يا امي يا حبيبتي. انت بس رميتيني ورميتي ابويا وما سالتيش فينا، ورحتي تتجوزي اكتر عدو لينا. حتى انا ما سالتيش عليا ولا فكرتي تشوفيني، حبيتي اختي اكتر مني. وحتى لما جوزك مات ما فكرتيش ترجعي تعيشي معايا، وفضلتي فلوسه وفلوس بنتك عني. هل بتحبيني؟ قال هو الحب كلمة؟ مش لازم علشان تبقي أمي تبقي بتحبيني، وبالتالي مش لازم علشان أنا بنتك أبقى بحبك. أنا عارفة أني ما كنتش الأم اللي أنت بتتمنيها، أنا جريت ورا الفلوس والعز ونسيت حتى نفسي، بس أنا نفسي تسامحيني وتحفظي السر اللي هقولهولك. سر؟ سر ايه؟ انتي مش بنت سالم يا ندى. نعم؟ ايه التهريج ده؟ مش بنت سالم ازاي؟ امال انا بنت مين؟ بنت رضا الوسيمي. ايوه، بنت رضا وهنادي وصفوان ورضوان اخواتك.
أنا غلطت أنا ورضا وسامي زمان ومحدش في الدنيا كلها عرف، بس فجأة سافر وسابني علشان شغله وما كنتش عارفة أعمل إيه، وخصوصا إن اكتشفت إني حامل فيكي. في نفس الوقت ده اتقدم لي سالم الوسامي ولقيت إن ده الحل الوحيد علشان ما تفضحش. اتجوزت وبسرعة خلفتك بعد 7 شهور جواز واتكتبتي باسمه. ما كانش ينفع أقول إنك بنت رضا حتى بعد ما سالم مات علشان ما تفضحش. سامحيني يا بنتي، سامحيني. انتي بتقولي ايه؟ انتي فاهمة اللي انتي قلتيه ده معناه ايه؟ انا وهنادي فعلا هنموت، مش هنادي لوحدها. الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم. ايه؟ تموتوا ليه؟ انتي وهنادي تموتوا ليه؟ علشان لعنة الفلوس اللي صابت ناس لعبد العزيز الوسيمي. انت عارفة ان عبد العزيز ده سرق فلوس جدي. جدتي عملت له عمل وهو ان كل ناس له يموت ومحدش يتمتع بالفلوس. انا كنت عارفة ان هنادي هتموت، بس لقيت العراف اللي بروح له بيقول لي ان انا كمان هموت، وما كنتش فاهم حاجة. بس دلوقتي فهمت ان انا من الناس للملعون. انتوا دمرتوني. انا ذنبي ايه في كل ده؟ ذنبي ايه؟ كنت حاسة ان خلاص مصير الموت، الدنيا خلاص اسودت في وشي. كنت فاكرة ان الدنيا هتروق وتحلى بموت هنادي اختي، بس طلع موتي وموتها مع بعض، والمسألة مسألة وقت. رحت لشيخ كبير احكي له كل حاجة، يمكن يعرف يتصرف. انا مش عايز اموت، انا ماليش ذنب في كل ده. وكان رد الشيخ: عمل ايه ولعنة ايه وموت ايه؟ ايه كل الجهل والدجل ده؟ عبد العزيز ضحك على اخوه سرقه، ويمكن ربنا عاقبه بابنه منصور اللي مات، ورضا اللي ضحك على امك وكان مصيرك انك تتظلمي وتتنسبي لواحد تاني، ربنا ممكن يكون عاقبه وقلب عليه صفوان ابنه الكبير، وشطانه خلاه يغير وصية ابوه، ويمكن يكون عقاب ربنا لصفوان انه مات هو ومراته وولاده كلهم في حادثة كبيرة، ولما رضوان ولاده ماتوا فده جزاء التخطيط اللي مليان شر ودم، لانه كان هيقتل اخوه ابن اخوه. واختك اللي ما اتجوزتش دي ده نصيبها، وممكن يكون ربنا ما قردش ليها الجواز علشان ما تبقاش ام لاولاد وتسقيهم الشر اللي جواها. كلنا مصيرنا الموت، سواء انتي ولا اختك ولا حتى انا. ما تقعديش تستني الموت لانه كده كده جاي من غير ما تستنيه، لانه ده الطبيعي، كل واحد خد نصيبه. الفكرة كلها انك عشت حياتك كلها مش راضية. انت الوحيدة اللي ما بين اخواتك يا ندى اللي اتجوزتي وخلفتي، وولادك كبروا ومالوا عليك البيت، وجوزك ربنا بيرزقه، بس كل ده انت ما شفتيهوش، وبص على الورث الملعون اللي جنن نسلكم كله. ما تستنيش الموت، الموت جاي جاي، لكل اجل كتاب، لا دجل ولا سحر ولا لعنة. فوقوا قبل ما الدنيا تاخدكم اكتر من كده. بكده تكون انتهت القصة، أتمنى تكون عجبتكم. كانت من كتابة وإعداد نهى الراعي، أنا بشكرها جدا. ما تنسوش لو القصة عجبتكم تدعمونا بلايك وتعملوا شير للقصة علشان توصل لأكبر عدد ممكن، وتشتركوا في القناة طبعا لو انتم مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، دمتم بخير وتصبحوا على خير.